تفسير قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول رب العزة في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وتفسير قوله تعالى في الآيات السابقة: فلينظر الإنسان مما خلق، إن هذه الآية فيها توصية ظاهرة لابن آدم حتى يعتبر من طريقة خلقه ويخرج من غفلته، ولكي يعلم أن من أنشأه قادر على إعادة بعثه وإحيائه من جديد، فعليه أن يستعد ويجهز العدة ليوم البعث والحساب القريب. أما فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فالمراد هنا أن أصل الإنسان ماء دافق من بين صلب أبيه، والصلب هو الظهر، وأما الترائب فهنا كان اختلاف العلماء، فقيل إن الترائب موضع القلادة من صدر المرأة، وقيل الترائب ما بين المنكبين والصدر، وقيل الترائب عصارة القلب. وقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية، والصواب من القول في ذلك عندنا، قول من قال هو موضع القلادة من المرأة.